أبنائي وبناتي طلبة طلبات سنة ثالثة ثانوي، أهلا بيكم في مادة البايو. يونت 1 Structure and Function in Living Organisms. أخذنا في شابتر 1 Support and Movement in Living Organisms. أخذنا مع بعض في أول فيديو Support in Plants. تمام كده؟ أخذنا قبل كده Physiological Support. اليوم بناخد Structural Support. Structural Support. تعالوا بينا نشوف مع بعض Support in Plants. Support in Plants divided into two means, Physiological and Structural. الفيسيولوجيكال خدناه في الفيديو الاولاني هو related to water, ان البلانت supported due to presence or availability of water. لو الووتر available البلانت بيعمل absorption للووتر، يحصل increasing بالسيتوبلازم فوليوم، شويه من الووتر الموجودين في السيتوبلازم passes through vacuole membrane، يحصل له storage داخل الفاكيول، الفاكيول يحصل لها swell, press against the cytoplasm. الفاكيول والسيتوبلازم بريس اجينست الوول، الوول يبقى ستريتشد اندر تنشن، يبقى عنده حاجه اسمها تيرجر بريشر، وجت منها كلمه تيرجيديتي، يبقى البلانت ريجيد وبالتالي سبورتد، يعني كده ماسك نفسه يعني. اوكي طيب، ده من ناحيه الفسيولوجيكال ايه سبورت. اتكلمنا عن الاسموسيس ونقدر نرجع للفيديو الاولاني راجع بيه لو محدش كان لسه ذاكر منه. ستراكشر سبورت ريليتد تو ديبوزيشن of some substances. يعني the deposition يعني precipitation. Some substances يعني chemical compounds. Chemical compounds دي deposited, precipitated during a building of cell wall. The cell wall معروف ان كل plant kingdom، كل cells بتاعت plant kingdom دول، كل cells surrounded by cell wall made of cellulose. Made of cellulose. بس في الحقيقة تختلف cellulose content او cell wall content من cell لسل according to supporting a addition او supporting item. لو بصينا كده مع بعض structure support، نتعرف على plant ونتعرف على organs بتاعته. في فرق ما بين organs، وفي فرق ما بين tissues، في فرق ما بين chemical substance او support means. نشوف كده مع بعض. اول حاجه البلانت اللي قدامنا plant organs اهو موجود. البلانت اخذنا قبل كده ده root system hidden in soil، وشو system aerial parts يقصد بيها الستم، يقصد بيها branches اللي خارجه من الستم، يقصد بيها leaves. يبقى دي aerial parts جاي من air. aerial okay aerial parts الحاجه اللي هي above the soil aerial. طب below soil root، يبقى ده root system، وده سميناه قبل كده shoot system. شوت سيستم هو ده الاريال بارت. طيب ده البلانت اورجانز، يبقى روت وستم وليفز. روت وستم وليفز. طيب تعالوا بينا لو اخذنا سيكشن عشان نتعرف على انواع التيشوز الموجوده في كل اورجان واللايرز بتاعت التيشوز دي ترتيبها ايه. هناخد الروت الاول. لو بصينا على الروت الاول ده هنلاقيه كفرد باي ابيدرمس. على فكره ده مش بس، استنى لحظات كده، ده الروت متغطي بإبيدرمس، والستم متغطي بإبيدرمس، والليفز ليها أبر ولور إبيدرمس لأنها مبططة كده فلاتند، فليها أبر إبيدرمس ولور إبيدرمس. يبقى كل البلانت أورجانز كفرد باي إكسترنال لاير عبارة عن إبيدرمس. إبيدرمس إبي معناها أبر، يعني درمس. إبيدرمس يعني أوتر لاير ذات كفر the plant organs. موجودة في three organs: root epidermis, stem epidermis, leaf upper and lower epidermis. ده كله epidermis. طيب ناخد كده مع بعض ونشوف. هناخد الروت ونركز عليه الأول ونشوف. بصوا يا شباب معايا، دايكوت روت أو الروت بصفة عامة، الإبيدرمس فين؟ الإبيدرمس أهو اللير دي بس اللي أنا هعمل لها إيه؟ كفر كده أهوت أو شيت كده أهوت باللون الريد. هي one row of cells ده الابيدرمس. طب بقيه السيلز داون كده اهوت، كل السيلز دي من هنا من الارو ده لغايه تحت تمثل ايه؟ تمثل وايد كورتكس. وايد كورتكس تمام كده؟ طيب يبقى الابيدرمس الفيرست لاير، الفيرست تيشو. السكند تيشو عباره عن كورتكس، يبقى كل السيلز دي زي بعضها اسمها كورتكس. كورتكس
واللي فوق ده اول رو ايبيديرمس، ايبيديرمس صح كده؟ ايبيديرمس. لو عملت كونسنتريت او فوكس على السنتر بتاع الروت، السنتر بتاعه هنلاقي ايه؟ هنلاقي في سيركل، يعني كده السيركل ده جواها سيركل وجواها بعد كده الستار شيب او كروس شيب زايلم، يبقى ده الزايلم، يبقى ده الحته دي زايلم. الترنيت مع الفلوين، الترنيت مع ايه؟ الفلوين، يبقى ده زايلم وفلوين. لو حطيت كده بالبن بتاعي اغير اللون ده كده ايه؟ ده فلوين بي اتش فلوين يعني كده، وده ايه اللي هو الريد والستار شيب زايلم، زايلم كل ده زايلم، اه زايلم يعني كده زايلم. اتفقنا؟ طيب دي اسمها ايه على بعضها بقى؟ اللاير جوه لاير وبعد كده الستار شيب وبعد كده الفلوين، بيسموها فاسكولار سلندر، سلندر او اكسس بتاع الروت يعني كده في السنتر بالظبط. طيب يبقى عرفنا الترتيبه، ابيدرمس كورتكس بعد كده فاسكولار اي سلندر. طب ايه فاسكولار سلندر ده؟ الكوندكتنج تيشو اللي بيعمل كوندكشن، بيعمل ترانسبورت للووتر اب ثرو زايلم يعني كده، والاورجانيك ماتر فورمد باي فوتوسينثيسيس في ليفز اب وداون في الفلور كده. ايه التيشوز خدناها. طيب الابيدرمس وان سيل ثيك، يا دوبك لاير واحده بسيطه قوي بتغطي الايه؟ بتغطي الروت. الابيدرمس بيبقى الوول بتاعه في حاله الروت فيري ثين، ثين قوي. ليه؟ الروت علشان ابسوربشن اوف ووتر، ونوت كفرد باي واكسي ماتيريال، نوت كفرد. اوكي، ذا ابيدرمس از نوت كفرد باي كيوتن او كيوتيكل اللي هي الواكسي لاير، لانه مغطي بواكس، الواكس عمره ما يشرب ميه، عمره. حط كده واكس كده كاندل شمعيه جوه ميه وطلعها، كل النقط الميه هتنزل او تتبخر في الهواء، لكن هو الواكس نفسه ما زادش في الماس صح كده؟ دي واكس ماتيريال. الاريا دي بقى اللي هي من اول من بعد الابيديرمس لغايه السنتر اسمها كورتكس، ده نوع واحد من السيلز، نوع واحد بس ما فيش غيره، نوع واحد من السيل اسمه ايه؟ بارينكايما. يبقى كل الارو ده من هنا كده لغايه هنا اهوت، كل السيلز اللي انت شايفها بالالوان المختلفه دي اسمها ايبيديرمس، سوري ام سوري، اسمها بارينكايما تيشو. بارينكايما ايه؟ تيشو. يبقى كل جروب من السيلز من اول هنا لغايه هنا اهوت بارينكايما تيشو. مره تاني، الجزء ده الكورتكس بيتكون من سيلز كلها سيميلر يعني كده ليها بروبرتيز خاصة بيها اسمها بارينكايما تيشو، بارينكايما تيشو. طيب تعالوا بينا نركز كده صورتين، خدنا السنتر ده وكبرناه شوية. بص يا ولاد معايا، نكبر كده ونشوف اللي بره ده، اتفقنا ان هو ايه؟ كورتكس، نوع السيل اللاير اسمها كورتكس. طب السيلز بارينكايما، دي بارينكايما سيل، دي بارينكايما سيل، دي بارينكايما سيل. تتميز انها thin walled، thin walled، الوول بتاعها برضه thin، ومحشور او inserted in between intracellular spaces او air spaces، فراغات دي air spaces زي ما انت شايف كده. طيب هي thin عشان to ease movement of water towards the xylem من بره لجوه، ده number one. وهي كمان واضح ان فيها gaps، الجابز دي مالها؟ اير سبيسز، يعني بتخزن ستورد اير انسايد فور جاس اكسشينج، فور جاس اي اكسشينج. وايه كمان يا شباب؟ واضح انها فيها الوان غريبه، الالوان الغريبه دي معظمها بيربل كده، دي عباره عن ستارش جرينز، عباره عن فود ستورز، يبقى فور ستورج، فور ستورج. يبقى ليها سي فانكشنز، نمبر 1 ابسوربشن، طبعا الابسوربشن باي اسموسيس بيعدي الووتر باي اسموتيك جريدينت من سيل لاختها اللي جنبها لغايه ما يوصل للزايلم يعني كده. يبقى نمبر 1 باثينج اوف ووتر ايزلي، نمبر 2 ايريشن جاس تشينج لان فيها اير سبيسز، نمبر 3 ستورج اوف فود ستارز يعني كده. طيب خلصنا كده مين؟ خلصنا كورتكس بالسيلز بتاعته كلها بارينكايما. طيب السيلز دي ده الاوتر لاير اسمها ايه؟ اسمها اندوديرمس.
اسمها اندوديرمس، خدناها طبعا في سكند روم مفيش داعي لاي افاضه فيها. بعد كده مين ده؟ بيريسايكل، اللاير اللي جنبها على طول لاير واحده برضو اسمها بيريسايكل. وبعد كده شكل الكروس شيب ده والستار شيب ده عباره عن زايلم، زايلم فيسلز عباره عن ديد تيشو الترنيت مع المنطقه دي فلايم والمنطقه دي فلايم والمنطقه دي فلايم والمنطقه دي فلايم الترنيت معاك كلها على بعضها اندوديرمس وبيريسايكل وزايلم فلايم اسمها فاسكولار سلندر. فاسكولار ايه؟ سلندر. طيب تتميز الفاسكولار سلندر انها موجوده في السنتر بتاع الروت وموجود فيها الزايلم والفلايم الترنيت في البوزيشن. يبقى زايلم فلايم زايلم فلايم زايلم فلايم زايلم فلايم اند سو اون. اوكي طيب خلصنا كده الجزء ده. تعالوا بينا نشوف ايه البارينكايما تيشو اللي كانت موجوده في الكورتكس بتاع الروت، وهل هي موجوده في الكورتكس بس بتاع الروت ولا موجوده في الستام وموجوده في الليمس؟ في الحقيقه البارينكايما موجوده في كل حته. البارينكايما هنلاقيها في كل حته. تعالوا بينا نشوف. ادي البارينكايما. ها اتفقنا انها شكلها irregular irregular in shape. تاني حاجه في اير سبيسز اللي هي الحته دي كده اير سبيسز اير سبيسز فور ايريشن thin walled thin walled تمام كده. وتابع على الستورج. طب الحته دي ليه ما فيهاش ستارش جرينز والوان؟ ممكن يكون السيزون بتاع البلانت ده ما كانش سيزون فور ستورج. ممكن لسه البلانت ما عملش فوتوسينثيسز كافي لانه يعمل ستور للفود ستابس، ممكن كان بيستهلكها اول باول ميبي. اوكي مفيهاش مشكله. لكن تتميز البارينكايما بالايه؟ بالحاجات دي. بص يا ولاد معايا، ها ليفنج تيشو ليفنج ده حتى باين فيه نيوكليس اهي ونيوكليولس كمان. معظمها بيبقى فاكيول فور ستورج برضه، يبقى ليفنج ايه تيشو. طيب بعد كده ثن سيل وول، ثن سيل وول ميد اوف سيلوس طبعا. بعد كده ما فيهاش اي اضافات، ما فيهاش اي ديبوزيشن. البارينكايما هي السيلز اللي ما فيهاش اي ديبوزيشن، فيها اير سبيسز، يبقى ما تشتركش طالما هي ثن سيل وول وطالما ما فيش اي ديبوزيشن على السيل وول بتاعها. اذا السيلز دي ما عندهاش ستراكشر سبورت. طب انت بتدرسها ليه في الدرس بتاع ستراكشر سبورت؟ ده اكسكلوجن، ده استثناء ان البارينكايما ديفويد اوف ستراكشر سبورت. طب نقدر ناخدها في اني سبورت؟ فيسيولوجيكال، لان الوتر يتنقل من السيل نمبر سي مثلا، اغير اللون، من السيل نمبر مثلا هنا اوكي، من السيل نمبر 1 ل 2 ل 3 ل 4 عن طريق اوسموتيك جريدينت. هنا حصل فيه ابسورب ميه من جاريت من بره من الوتر سيل مثلا، فتبقى دايليوتد. تبقى ايه؟ دايليوتد، ودي كونسنتريتد بالنسبه لها. فدايما الوتر يتنقل من دايليوتد solution into concentrated. ده difference في الاوسموتيك جريدينت اهو. وتو لما تاخد ووتر من نمبر 1 هتبقى دايليوتد، وبالنسبه لها 3 concentrated ومصاحبه الميه منها and so on لغايه ما نوصل للزايلم. يبقى نوع السبورت في البارينكايما نوع فيسيولوجيكال مرتبط بالاوسموسيس، مرتبط بالديفرنس ان سيتوبلازم كونسنتريشن. تمام كده؟ طيب نتنقل كده مع بعض، وعرفنا البارينكايما موجوده في كل التيشوز، موجوده في كل التيشوز، موجوده في كل سوري موجوده في كل الاورجنز. اللي هي عرفنا ان البارينكايما موجوده في كل الاورجنز روت وستام وليفز. نكمل كده مع بعض. الزايلم فيسلز، الزايلم فيسلز في الايرلي ستيج كانت الزايلم فيسل سيلز محترمه قوي، عامله كده زي كده، عامله كده وعامله كده، وكان ليها طبعا الفاكيول بتاعتها وكان ليها النيوكليوس بتاعتها وكل حاجه زي الفل، وليها الوول بتاعها. ده مين؟ ده زايلم ايه؟ زايلم سيلز ليفنج، كانت ليفنج في بدايه الال ستيج. لما تبقى ماتيور وخلاص هتستلم الوظيفه بتاعتها لازم نفرمتها شويه. الفرمته دي معناها ايه؟ معناها يبقى في موديفيكيشن يناسب الجوب. انت مقدم في شغلانه فلازم تروح للشغلانه دي تبقى مؤهل كواليفايد. الزايلم الجوب بتاعته كوندكشن ترانسبورت اوف ووتر فروم
زيلم اوف روت تو زيلم اوف ليفز، تمام كده؟ توصل الوتر بس. طيب تخيل الوتر اللي عندك في البيت، مش لازم بايب، لازم بايب ماسوره ميه من جوه، ايه هولو عشان باسج اوف ووتر. نفس الكلام الزيلم لازم يبقى هولو. طب هولو ازاي؟ ده في كونتنت هنا وهنا وهنا، في فاكيول وفي نيوكليس في اورجانيلز، تتشال شيل زيل على طول، يبقى يحصل ديكاي لكل البروتوبلاست او بروتوبلازم اوف زيلم فيسلز قبل ما تستلم الجوب، ويحصل ديكاي للنيوكليس والسيتوبلازم وكل الاورجانيلز، حتى الوول الانتر وول ما بين سيل وسيل نمبر 2 ونمبر 2 لازم يحصل له بريك داون، يتكسر، فيبقى هولو تماما، يبقى كوندكتنج تيوب، بيسموها فيسل زايلم فيسل، تمام كده؟ زايلم ايه فيسل. وعشان هو ميد اوف سيلولوز وعشان يعمل كوندكشن لتريز ممكن طولها يوصل 120 متر في بعض الاحيان، وعشان يبقى سبورتد ربنا ما سابوش سيلولوز بس، لا اعطاله اكسترا سيلولوز يبقى ثيك وولد كده، واعطاله لاير من اللجنن، اضافه من اللجنن. اللجنن ده بياخد ديفرنت فورمز، من ضمن الفورمز اللي انت شايفها رينج، ومن ضمن الفورمز هيليكال، الشكل عامل كده هيليكال، ده بيسموه هيليكال زي سبرينج كده، ده اشكال اللجنن. اللجنن ده كيميكال سبستنس، كومبلكس كيميكال سبستنس، مالها؟ ريجيد، ريجيد و امبرميبل تو ووتر، امبرميبل تو ايه؟ تو ووتر، ماشي؟ فتدي للفيسل سبورت طول الوقت، حتى في الستام لو حصل ان بلانت الهواء طيره كده، الوايند عملت له كده، ايه اللي يحصل؟ يرجع تاني ما يتقفلش، ما يحصلش كولابس للوول اوف زايلم فيسلز، تمام كده؟ ده نتيجه ايه؟ ذا بوزيشن اوف لجنين ان ديفرنت فورمز داخل الزايلم فيسل، داخل الزايلم ايه فيسل. اذا اللجنين ده يعتبر ميكانيكال او بمعنى اصح ستراكشر سبورت للزايلم فيسلز، بالظبط زي التراكيه بتاعتنا، فيها رينجز كده حلقات، الحلقات دي مصنوعه من الكارتلج، تخليها اوبن اول ذا تايم فور اير باسج واي. هنا نفس الكلام، خليها اوبن اول ذا تايم وبريفنت كولابس عشان الووتر باث واي، تمام كده؟ ووتر باث واي. الايرلي ستيج اوف زايلم فيسل، طالما قلنا زايلم فيسل وزايلم سيلز كانت ليفنج، حصل لها دث علشان تبقى سيوتبل for performing certain a function اللي هي conduction of water and dissolved minerals، تمام كده؟ موجود فين الزايلم؟ في كل حته، الروت والستام والبرانشز والليفز، تمام كده؟ طيب عشان يوصل الووتر للليفز، بص يا ولاد السكشن ده بالالكترومايكروسكوب، اعطيني شكل الزايلم فيسلز، طبعا هولو تيوب فاضيه من جوه، وفي هنا الليجنيفيكيشن باين هنا، هو الاشكال دي الشكل ده والشكل ده اللي هي الاشكال اللي جوه دي، واضح ان الثيك وول، شايفين الثيكنس قد ايه بالنسبه لليومن، بالنسبه للتجويف ثيك، شايفين الثيكنس قد ايه هنا مثلا ثيك، يبقى ثيك سيل وول وسبورتد باي ديبوزيشن اوف لجنن، تمام كده؟ ده الزايلم فيسلز. طيب ايه الكاركترز بتاعته، البروبرتيز بتاعت الزايلم؟ ده تيشو نو سيتوبلازم، واكيد نو نيوكليس، واكيد نو اورجانيلز، يبقى هولو تيوب، لونج هولو تيوب. طب وبعد كده سبورتد باي ديفرنت فورمز اوف لجنن، سبورتد باي ذا بوزيشن اوف ديفرنت فورمز اوف ايه اوف لجنن. طيب هل احنا كده درسنا الروت؟ تعالوا ندرس الستام. الستام اهو شكله كده، الستام ده ماله؟ هنلاقي ايه اللايرز بتاعته؟ برضو اوتر ايه؟ اوتر ابيدرمس، لاير واحده بس. الحته دي من اول الحته الاول رو من السيلز لغايه الفاسكولار باندل، دي بيسموها فاسكولار باندلز، الحته دي هي الكورتكس، الحته دي بس. كان في الروت كورتكس وايد، كورتكس كله بارينكايما. هنا في الشو في الستم النارو كورتكس، والحته دي اللي في السنتر اسمها بث. نوع السيلز بتاعت البث بارينكايما، يبقى فور ايريشن، فور موفمنت اوف ووتر، تمام كده؟ ونوع السبورت بتاعها فيسيولوجيكال وستورج،
مش كل ستيمز يا اولاد عندها بث، احيانا بعض ستيمز تبقى هولو من جوه فاضيه. فاضيه ليه؟ هولو يعني ايه؟ يعني زي مثلا العود بتاع الملوخيه، العود بتاع البرسيم هولو من جوه، يبقى ده هولو ستيم، لكن ده مش هولو، ده فيه في السنتر تيشو اسمه بث، بس ده ميد اوف سيلز اسمها بارينكايما. يبقى نوع السيلز دي واضح جدا انها ثين وول، زي السيلز بتاعت الروت بالظبط، زي الروت كورتكس بالظبط، بارينكايما. طيب تعالوا بينا نشوف، نتعرف على المنطقه دي غريبه شويه ما شفناهاش قبل كده، نقرب كده ونشوف. الاوتر لاير هنا هو ده الابيدرمس، ابيدرمس تحت الابيدرمس، تحت الصف ده بس مجموعه روز، صفوف كتيره من هنا لغايه هنا اهوت، دي تعتبر ايه يا شباب؟ تعتبر المنطقه دي تعتبر اول بارت من الايه؟ اول بارت من هنا لهنا كده، اول بارت اللي هو باللون اليلو دلوقتي، ده نوع من التيشو كورتكس، كلاير يعني كده، كلاير اسمها كورتكس. طب نوع التيشو ده ايه؟ اسمه كولينكايما. كولينكايما ايه ده؟ كولونكايما دي ما سمعناش عنها في الروت، مش موجوده. الكولونكايما دي سب فور سبورشن اجينست ايه؟ وند فلكسبل، فيها اكسترا سيلولوز تمام كده، تدي فلكسبيليتي للستام. الستام بيتعرض لوند لكن الروت لا، الروت ده مدفون تحت صح كده؟ يبقى هنا كولونكايما تيشو. هنشوف ايه بروتس بتاعت الكولونكايما. طب هتقول لي لغايه فين؟ لغايه هنا. نرجع بعد كده ناخد هايلايتر تاني، بصوا يا شباب معايا، هايلايتر تاني وليكن اهو، ناخد بلون اخر وليكن البلو ده. بصوا بقى من هنا اللاير دي كده، ده ايه؟ من اول هنا كده، ده ايه؟ اللي فيها جابز دي كانت ايه؟ بارينكايما. بارينكايما السيلز الايريجولار دي بارينكايما. بارينكايما بارينكايما. اذا الكورتكس بيتكون من تو سيكشن، السيكشن الاولاني اللي تحت الابيدرمس اسمه كولينكايما، واللي تحت الكولينكايما بارينكايما، عشان كده اللون هنا فيه لون غامق ولون فاتح شويه، لون غامق ولون فاتح شويه. اللون الغامق كولينكايما فور سبورشن على البريفري بتاعه الستم، واللي تحتها بارينكايما، اللي تحتها ايه؟ بارينكايما. طيب تعالوا بينا نشوف، نتعرف على الكولينكايما. ايه كولينكايما؟ كولينكايما تيشو، ادي اشكال الكولينكايما، عبارة عن living tissue زيها زي البارينكايم. طب وإيه كمان؟ extra cellulose deposition. هي ليه شكلها عامل كده؟ ليه غامقة كده؟ غامقة لأنه كانت أصلاً سيلز عادية كأنها بارينكايما بالظبط، والفراغات اللي كانت spaces اتملت بسيلولوز. الوول حصل له thickening، شايفين الحتة دي؟ أغير البان بتاعي مرة كمان اللون أصفر، شايفين الحته دي؟ اهي دي كده المنظر ده، طبعا مش باين حتى الاصفر، الحته دي ما بين سل والسل هنا اهي باينه احسن. الحته دي مالها دي بقى؟ دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن اكسترا سيلولوز ديبوزيشن. فين السل؟ اهي السل، وفين الفاكيول؟ اهي الفاكيول، والنيوكليس باينه في الحته دي مثلا. طب ايه رايك السيتوبلازم الباقي؟ انا عاوز اقول السيل دي ايه؟ كولينكايما. ليه عرفتها كولينكايما؟ مفيش اير سبيسز وليها ايريجولار او ان ايكوال ديبوزيشن اوف سيلولوز. مش كل السيلولوز بنفس السكنس، مش كل السيلولوز بنفس ايه سكنس، في حتت ثك وحتت ثن يعني كده. هي باينه جدا هنا ثك مثلا، وهنا ما بين السيل دي ودي ايه؟ ثن. ما بين دي ودي ايه؟ ثن. وهنا ثك and so on. يبقى unequal deposition of cellulose، يبقى extra cellulose deposition for more flexibility. إذا الستيم عاوز يبقى more flexible. تمام كده؟ طيب عشان ال wind ايه؟ resistance. طيب نكمل كده، no air spaces لأنها كلها اتغطت بايه؟ بال extra cellulose. دايكوت ستيم. ما زلنا في دايكوت ستيم. ها اللير اللي بره epidermis. النارو كورتكس. نارو ايه؟ كورتكس. بعد كده vascular bundle، دي bundle وده البث. بارينكايما. لو خدت برضو فوكس عليه، دي بارينكايما واضح جدا، ايريجولار وفي اير سبيس صغيره فتافيت قوي وثين وود. كل الاريا دي باندل، كل الاريا دي باندل مترتبه على البريفري عشان تدي سبورت للستام. تمام كده؟
لان زايلم مش بس كوندكشن اوف ووتر ومينرالز، لا ده كمان سبورتيف تيشو، سبورتيف ايه تيشو. ناخد كده بندل واحده، البندل اهي من بره في تيشو غريب اول مره نسمع عنه النهارده، سكلارين كايما، ده فايبر، ده فايبر الياف اسمها سكلارين كايما، موجوده فين؟ في الستام، ما سمعناش عنها في الروت. كولينكايما موجوده في الستام، ما سمعناش عنها في الروت، يبقى ولا سكلارين كايما ولا كولينكايما موجوده في الروت. تمام كده؟ المنطقه دي فلاين، المنطقه دي كامبيوم، مش علينا مش مشكله، فور براث يعني. سوري. بعد كده زايلان فيسلز بشكل سترانز كده اهوت من زايلان فيسلز، ممكن يبقى فيه شويه فايبر من تحت. فين تاني؟ اهي شكل واضح جدا. ها ده ايه اللي بره؟ ابيدرمس، المنطقه النارو دي كورتكس من هنا لغايه هنا لغايه الباندل ما تقابلنا، متقسمه تو سيكشن، كولينكايما من فوق وبعد كده ايه؟ وبعد كده بارينكايما. نيجي بعد كده فايبر وفلاين وكامبيوم وزايلان. بعد كده بث لو كان الستيم ده نوت هولو، تمام كده؟ نوت ايه هولو. هرجع تاني ونشوف. بصوا يا شباب معايا الصورة اللي فاتت برضه عشان أشخبط عليها، يبقى البند بتاعي. بصوا يا شباب معايا الحتة دي كده كده الفلان، الحتة دي الصغيرة دي كده كامبيوم، كامبيوم ده كله زايلم اكس زايلم. فين الفلاين؟ بي اتش فلاين كامبيوم. ها المنطقه دي فايبر، نوع التيشو ايه؟ نوع التيشو ايه؟ بيسموها احيانا فلاين كاب او فلاين فايبر، نوع التيشو سكلارين كايما، سكلارين ايه؟ سكلارين كايما، هناخدها بعد شويه، سكلارين كايما. اتفقنا؟ طيب فور سبورت، يبقى حاجتين فور سبورت في الاستام، كولينكايما الموجوده في الكورتكس تحت الابيدرمس، وسكلاريكايما اللي بتعمل سبورت للفاسكولار اي فاسكولار باندلز. تمام كده؟ طيب دايكوت ليف، اورجان تالت دايكوت ليف، تعالوا بينا نشوف دايكوت ليف، نلاقي كولينكايما موجوده فين؟ نلاقي كولينكايما موجوده في دايكوت ليف اهي، الحته دي كولينكايما فين؟ في المدرب. تعالوا بينا نشوف يعني ايه مدرب. لو انت خدت ليف وقطعتها بالطريقه دي وخدت سيكشن بالميكروسكوب على السلايد، الحته دي بس طلعت لك الصوره دي، ثلاث صور دي شايفين الصوره دي، ابر ابيدرمس لور ابيدرمس ابر ابيدرمس كان كده ولور ابيدرمس، وادي ايه الفاسكولار تيشو اللي هو الزايلم والفلاي، ده الفين العروق بتاعت ايه؟ بتاعت الليف نفسها. طبعا ده الميزوفيل تيشو، وهنا في جار سيلج عشان ستوماتا اوبننج. تمام كده؟ طيب تعالوا نكمل. يبقى كولينكايما موجوده فين؟ في الليف، فين؟ في المنطقه اللي في النص دي اسمها مدرب هنا، والنك بتاع مين؟ بتاع الليف. يبقى كولينكايما تبتدي من النك او البيتشر بتاع الليف مكان ما هي شابكه في الستام وتكمل لغايه الاخر، يبقى هنا كولينكايما. يبقى دايما انت عارف المكان ده سوري عارف المكان ده ايه؟ كولينكايما طول الوقت. تمام كده؟ طيب هل في ديفرنت تيشوز؟ اه في كولينكايما هنا كمان، هي كولينكايما تحت اهي، في كولينكايما ناحيه المدرب تمام كده من فوق، وفي كولينكايما ناحيه اللور ابيدرمس. الباقي كله بارينكايما دي ديفرنت جوبز، يعني فوتو سينسس مثلا، ايريشن زي السبونج تيشو، وطبعا في زايلم، كل زايلم بيتجه يتجه ناحيه الابر ابيدرمس والفلايم ناحيه اللور ابيدرمس. اوكي؟ طيب انا مش عاوز اكتر من كده. في الدايكوت اي ليف مكانها مكان الكولينكايما فين؟ ناحيه البيتيول، ناحيه النك اوف ذا ليف، وفي السنتر بتاع المدرب كله منظر ده كده كولينكايما، وتحت طبعا بالقرب من اللور ابيدرمس. تعالوا بينا نشوف كولينكايما تيشو ات كورنرز اوف سيل، دي اللي انا بقول لكم عليها. ايه رايكم؟ الاوضه بتاعتك اربع اركان، كورنر ده حاطينه كونكريت 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 عشان يدي فلكسبيليتي للستام، تمام كده؟ كونكريت للستام. تعالوا نشوف كده الكونكريت ده شكله ايه. يعني بره ابيدرمس الحته دي كولينكايما، والكورنر ده كولينكايما، ده متجمع
شوف التجميع دي كأني مقصود انها تبقى في الكورنرز كده فور اي سبورت. طبعا دي باندل وصغيره دي باندل ودي باندل فيها زايلم وفلون ودي باندل زايلم وفلون اند سو اون، وفي النص بث. خلاص عرفنا. طب تعالى بينا نشوف نكبر واحده، خدنا كورنر واحد بس، خدنا الربع ده بس، نكبر واحده كمان اهي واضحه جدا، ناخد دي بس لوحدها وباين جدا انها كولين كاين. شوف يا ولاد شكلها عامل ازاي، كولين كاين ماتش، مفيش اير سبيسز وثيك وولد وان ايكوال ديبوزيشن اوف سيلولوز اكسترا سيلولوز. طيب يا ترى السيلز الكولينكايما دي فيها فاكيول وفيها نيوكليوس وفيها لايف؟ اللايف ليفنج، ليفنج تيشو. يبقى بارينكايما ليفنج تيشو، كولينكايما ليفنج تيشو، سكلارينكايما ديد تيشو. سكلارينكايما اللي هي الفايبر ديد تيشو، شفناها من شويه سكلارينكايما. تعالوا بينا نكمل. سكلارينكايما، سكلارينكايما ده تالت تيشو. بص التيشو ده شكله ايه؟ التيشو ده يا ده باين عليه معمول جيومتريكال شيب قوي 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 ودبل وورد، وشايفين الحته الهيزي كده من الريد دي، الحته دي كده اكسترا ديبوزيشن اوف سبستنس كولد لجنان. يبقى ده سيلولوز يعني كده وثيك وورد وسبورتد باي لجنان. اللجنان دي هارد ريجيد امبريمبل سبستنس، امبريمبل تو ووتر يعني. دي سكلارينكايما تمثل فايبرز، تمثل ايه؟ فايبرز. تعالوا بينا، هي عباره عن ديد تيشو كده كده، بارينكايما ليفنج، كولينكايما ليفنج، سكلارينكايما ديد. نشوف مع بعض. ليفنج لجنين از ديبوزيتد ان سيل وول، اللجنين هو الديبوزيتد ده كيميكال سبستنس. بعد كده اللجنين از ريجيد اند امبيريبل تو ووتر، امبيريبل تو ايه؟ تو ووتر. يبقى اللجنين از ريجيد اند امبيريبل تو ووتر. طيب ايه كمان؟ present in seed coat سكلارينكايما، ممكن نلاقيها في الستام في الفايبر فوق البندل. وسكلارينكايما شفناها تاني present in seed coat حوالين السيد، يعني كده حوالين السيد، كلنا بناكل المانجو السيد بتاعتها فيها فايبر كده، دي سكلارينكايما. كلنا بناكل بيرز، البيرز كده تلاقيها خشنه شويه، حتى النوع خشابي بتبان اكتر خشنه قوي، بتقرقش. دي عباره عن سكلارينكايما تيشو موجوده في سيلز داخل البير اسمها ستون سيلز، هنشوفها بعد شويه. يبقى عرفنا دلوقتي سكلارينكايما تيشو دي تيشو ولجنين از ديبوزيتد ولجنين امبيريمال تو ووتر وبريزنت ان سيت كوت مينلي والبالب اوف روتس. هل موجوده في الروت؟ ابدا. هل موجوده في الستيم؟ حوالين الباندل، حوالين الفاسكولار اي باندل. طب موجوده فين تاني؟ موجوده في الستون سيلز اوف بيرز وبعض الفروت بالبس، وموجوده كمان في السيد كوت. نشوف كده يعني ايه سيد كوت. يعني الرسمه دي قشره الفوله، قشره البينز دي وكل انواع الليجيومز دي، كل الجرينز دي اللي قدامكم والسيدز دي متغطيه بتيستا او سيد كوت مصنوعه من سكلارينكايما تيشو، مصنوعه من سكلارينكايما اي تيشو. واضحه؟ طيب دي سكلارينكايما تيشو بتغطي السيدز. ايه كمان؟ موجوده في البيرز، كان كده موديفايد سكلارينكايما تيشو موجوده في البيرز. بصوا شكلها عامل ازاي. لو خدنا سيكشن في البيرز، حته الحمراء دي المحمره تميز اماكن ترصيب او بريسبتيشن اوف ليجمنت. هي دي لما خدناها وعملنا سلايس كده على الميكروسكوب، لقينا حتت واخده ستين لونه ريد، هي دي اللي فيها الليجمنت. عشان كده ريجي سبستنت وانفيربل تو ووتر. دي الستون سيلز ان بيرز، اسمها ستون سيلز ان بيرز. اوكي، ادي شكلها بالميكروسكوب، حواليها سيلز عاديه ليفنج ودي ديد. كل اللي واخد اللون الريد ده دي تعتبر سكلارينكايما تيشو من نوع الستون سيلز، من نوع الستون اي سيلز. موجوده فين؟ في البيرز. ادي منظرها تاني بماجنيفيكيشن اخرى، ادي الستون سيلز الموجوده في البيرز. نوعها ايه؟ نوعها سكلارينكايما تيشو. يعني كده؟ طيب تعالوا بينا نكمل. الـ different types of plant tissues اخذنا ايه الى الان so far؟ بارينكايما. نعمل compare living، صح كده؟ والكولينكايما living cells، سكلارينكايما dead. هنا no deposition of حتى سيلولوز زياده ما فيش، ده thin wall. هنا thick و irregular walls. هنا thick.
هنا الديبوزيشن اكسترا سيليلوز، هنا الديبوزيشن عبارة عن ايه يا شباب؟ عبارة عن لجنان. لجنان البارينكايما موجودة في كل الأورجنز، في الروت والستام والليفز. الكولينكايما مش موجودة في الروت، موجودة في الستام تحت الإبيدرمس، صح كده؟ موجودة في الكورنرز بتاعت الستام فور اكسترا سبورت. طيب السكلارينكايما ده ديد تيشو موجودة في الستام بتحوط الفاسكولار باندل، تمام كده؟ وموجودة طبعا في احيانا في الليفز الاقي سكلارينكايما تيشو، غير السيت كوت، غير الستون سيلز بتاعت البيرز. طيب تعالوا بينا نشوف، ناخد فيديو قصير، نشم نفسنا كده وناخد اي فيديو قصير. صوت نفس. طيب نكمل كده مع بعض. ايه بدايه ما لحقناش نشوف، نشوف تاني. single layer of cells covering plant patch ده الابيدرمس، modified according to habitat and needs. الابيدرمس نفسه بيتغير الثيكنس ووجوده على حسب الهابيتات، يعني desert plant عاوز تعمل بريسيرف للووتر فلازم تبقى كفر بثيك لاير من الايه؟ من الكيوتين، متغطي. مين اللي انتج الكيوتين؟ الكيوتين انتج من الابيدرمال سيلز نفسها، السيلز هي اللي انتجته وطلعته على السيرفس. الكيوتين ده عباره عن ووتر ريسيستنس، ما يخليش الووتر تخرج باي ايفابوريشن. اوكي؟ طيب ادي بيغطي ايه؟ ها الكيوتين بيغطي الشوت، الحته الحمراء دي شوت وليفز، لكن الروت لا مفيش، نو ايه كيوتن. طبعا بروتكت فروم باراسيتيك انفكشن سواء بكتيريال او فانجل او غيره، ميكانيكال انجريز سكراتش والووتر لوس، بريفنت الووتر لوس. الروت هير سيلز مالها؟ الروت هير سيلز ابيدرمال وثين وولد لكن ما فيهاش كيوتن، تزود السيرفيس اري، تزود السيرفيس ايه الستام بقى. في الاولد تريز الستام متغطي بحاجه ديد تيشو جديد علينا نعرفه اسمه كورك او بارك، ديد زي السكلارينكايما. سكلارينكايما تيشو ديد والكورك او البارك ديد، تمام كده؟ الكورك او البارك ايه ده؟ تعالوا بينا نشوف شكله ايه كورك او البارك ده. قبل كورك او البارك هناخد ايه؟ الابيدرمس وناخد الكيوتين. تعالوا بينا ناخد الكيوتين. بصوا يا شباب معايا، ده الابيدرمس بتاع بلانت في الغالب طبعا هيكون ليف. ادي كده ابيدرمس، واضح دي جار سيل، الحته دي بس جار سيل ودي جار سيل قافلين على بعض. عند الكيوتين بيغطي الابر ابيدرمس او مغطيه لغايه هنا، ما يجيش عند الفتح، مش هيغطي الفتح، قافل لغايه هنا بس، قافل لغايه هنا بس. فين الكيوتين؟ شايفين اللاير دي يا ولاد؟ شايفين الخط اللي فوق والخط الثيك ده شويه؟ المسافه اللي بينهم دي واكسي لاير، هي دي كيوتين، هي دي كيوتيكل، هي دي الواكسي لاير، هي دي الامبيرميبل تو ووتر، ما تخليش الووتر ايفابوريت من السيرفيس اوف بلانت، يبقى بريفنت ووتر لوس وباراسيتيك ايه انفكشن، وايه كمان؟ وكمان تعتبر against injuries ضد الايه؟ الانجريز بتاعت البلانت. يبقى عرفنا الابيدرمس متغطي بواكس في الستام وفي الليفز سواء upper او lower، وكميه الواكس تختلف according to habitat و according to species of plant، تمام كده؟ والنيدز بتاعت البلانت هو محتاج ووتر بزياده فلازم يغطي كويس ويدي more thickness للواكس layer. طيب نكمل كده مع بعض. ايه رايكم الكاكتس وانواع من الديزرت بلانتس؟ يعني ده التين الشوكي الجميل ده، دي فروت بتاعته صح كده؟ عارفين بقى الحته الخضراء دي مش ليفز، امال ايه؟ دي ستام، ستام هي اللي بتعمل فوتوسينثيسيس، الليفز هي موديفايد سباين زي كده، موديفايد ايه سباينز عشان تقلل السيرفيس اريا. يبقى الستام هو اللي بيعمل فوتوسينثيسيس لايه؟ للديزر بلانت ده. طيب تعالوا بينا نشوف، ادي نوع من انواع الديزر بلانت، نوع من انواع الديزر بلانت.
لو احنا اخدنا كده ماجنيفيكيشن ليه نشوف مع بعض. يا شايفين اللاير دي، الخط اللي فوق والخط اللي تحت ده، دي الواكس لاير. واكس ايه لاير؟ ممكن الواكس لاير تبقى على الابر ابيدرمس، ممكن تبقى على اللور ابيدرمس بديفرنت ثيكنس. ممكن واضح هنا اكبر على الابر سيرفيس اللي هو مواجه للسان لايت والسان هيت، واللور سيرفيس علشان مش مواجه دايركتلي للسان لايت والسان هيت، فيبقى فيه واكسي لكن بليتل اماونت او ليسل اماونت. ماشي؟ طيب تعالوا بينا نكمل. الكيوتين او كيوتيكين ماله؟ طبعا واكسي امبريمبل ماتيريال، واكسي ووتر امبريمبل ماتيريال سكريتد فروم جيمين. جيمين هل الواكسي ماتيريال دي تعتبر لاير من السيلز؟ لا، ده السيلز انتجت برودكتس وطلعت على السيرفس، غطت نفسها، غطت نفسها بالواكسي ده. يبقى واكسي امبريمبل ماتيريال سكريتد فروم ابيدرمال سيلز اوف ليفز اند ستيمز. هو ممكن الكيوتين يبقى على الستيم؟ اه طبعا، عشان كده لان الستيم وبالاخص في الهيربيشيس او الهيربس او اللي هي الاعشاب يعني الخضراء، هي كمان بتفقد ووتر، فعشان احميها من فقد الووتر لازم اغطيها بايه؟ بكيوتين. تمام كده؟ عرفنا الكيوتين اللي هي الاسم الاخر كيوتيك اللي هما الاثنين واحد. خلصنا كده الكيوتين، عرفناه واكسي. طب الكورك برضه واكسي. ايه الكورك ده؟ الكورك ده عباره عن سيلز ضد كانت كليفنج وحصلها ديث وحصل ديبوزيشن اوف سبسنس اسمها سوبرين. سوبرين يبقى السوبرين ده واكسي ماتيريال، عشان كده والكيوتين واكسي ماتيريال. الكيوتين من الابيدرمس سكريتد، لكن السوبرين منين؟ من الكورك سيلز. في كورك ايه سيلز؟ فروم انسايد الكورك. تلقوا يا اولاد الاولد تريز، الترانك بتاع الاولد تريز متغطي بحاجه براون، احيانا بنقشرها او هي بتتقشر او تقع. في بعض السبيسيز اوف بلانت بيجي الوركر ده او الفارمر ده بيشيل الكورك ده. بتشيله ليه؟ انت كده بوظت البلانت؟ لا ما بوظش ولا حاجه، اصلا ده ديد. زي واحد بيشيل الفينجر نيل بتاعه بالمقاستيك ولا حاجه، صح كده؟ بيستفيد منه ايكونوميكلي، يعني بيبيعه. داخل في صناعات كتيره منها صناعه الايه؟ البانج او الكابس بتاعت البوتلز، بالاخص البوتل بتاعت الواين. كان زمان كل البوتلز اللي بتجي لنا وبنشتريها متغطيه بكورك فله كده. الكورك ده هو ناشر برودكتس جاي منين؟ جاي من الكفرنج اوف اولد تريز، الاشجار الودي تريز ترانك بتاعها متغطي بكورك، ده التيشو. مترص فيها ايه؟ سيبرين. مليانه هي طبعا هولو من جوه السيلز نفسها. بصوا يا شكل السيلز ايه؟ هولو من جوه. ودي اول سيلز على فكره تكتشف في العالم، هي كورك سيلز. خدوها في سكندري 1. دي كورك سيلز. سيلز دي هولو من جوه. لكن في الحقيقه ما فيش، هي وكانت ليفنج ما كانش في سبيسز ما بين سيل والثانيه. يبقى نو اير سبيسز. لكن هي هولو دلوقتي ففي مليانه اير. هتلاقيها الدنس بتاعتها لو. الدنس بتاعتها ايه؟ لو حطيت على وش الووتر هتلاقيها فلوت. ليه؟ لانها خلاص ده هي ديد. ما فيهاش كونتنت. ما فيهاش ايه؟ كونتنت. بنستعملها فين؟ في الكورك ده، او احيانا في الاستوديوز اللي بنصور فيها بتبقى عازل للصوت. دي كورك بياخدوه علشان بي اندستري يوزز او اندستريال يوزز. طيب ده ايه؟ ده كورك. يبقى كورك سوبرين از ديبوزيتد في الكورك. وايه كمان؟ السوبرين از واكسي امبيريبل ايه سبسنس، ما تعديش ميه. يعني كده ما تعديش ايه ميه، وفي نفس الوقت ما تعديش صوت في الاستوديوز اللي احنا قلنا عليه. طيب تعالوا بينا نعمل سمري على كل اللي اخذناه الى الان سو فار. حصه النهارده اخذنا الاورجنز، اخذنا روت وستام وليفز، اخذنا التيشوز الموجوده في كل ايه؟ اورجن. تعالوا نلخص اللي احنا اخذناه. بارينكايما اخذناها، وكولينكايما وسكلارينكايما والابيدرمس والكوركسلز. هعمل كومبير، بوينت اوف كومباريزون. هناخد كده اهوت، هوريكم السمري الاول عشان تبقى قدامكم احنا وبنشرح. السمري البارينكايما ليفنج، بارينكايما سيلز ليفنج، كل السيلز دي ليفنج زي كده. وثين وولد مفيش اكسترا سيلوز، مفيش. يبقى طيب في انترا سيلوز سبيسز، اه في جابس، في فراغات اهي، في فراغات موجوده ما بين سيل والتانيه، سيل والتانيه، كل مجموعه سيلز في فراغات بينها. يبقى في انتر او انترا سيلولار سبيسز. ايه سبيسز؟
طيب الديبوزيت السبستنس نو نو ديبوزيشن ما فيش، يبقى داخل في اني سبورت طالما ما فيش ديبوزيشن يبقى داخل في فيسيولوجيكال بس، تعتمد على جريدينت ان اوسموتيك بريشر. طيب موجوده في اني حته في البلانت؟ موجوده في الروت، موجوده في الستام، موجوده في الليفز، وليها ديفرنت فانكشنز، منها جاس اكسشينج، منها ستورج، منها فوتو سينثيسز زي الباليسيت سيلز والميزوفيل سيلز، دي انواع من البارينكانيا. تمام كده، انواع من البارينكانيا تشو. طيب خلصت كده البارينكانيا، ناخد كده هو مين الكولينكانيا ليفنج برضه اه ليفنج. ايه اللي اختلف؟ الوول بتاعها ثيك with irregular thickness. with irregular ايه thickness؟ thickness ده غير ده مثلا، غير هنا irregular ايه thickness. طب ايه اللي حصل؟ هل في spaces؟ لا مفيش space، no spaces absent. طيب ايه اللي حصل؟ extracellulose deposited. طب ايه الميزه في كده؟ ايه البروبرتي؟ rigid، هيبقى الوول ده rigid وflexible ووتر permeable. ووتر ايه؟ بيرميبل، يعني يعدي ميه اي يعدي، لان سيلولوز مفيش اي اضافه امبيرميبل، كله بيرميبل، يبقى ريجيد وفلكسبل ووتر ايه؟ بيرميبل. طيب ايه نوع السبورت؟ نوع السبورت عشان هو ليفنج يبقى فيسيولوجيكال، اي ليفنج قاعده، اي ليفنج يبقى فيسيولوجيكال في بلانت سيلز. طب عشان الديبوزيشن اللي حصل اللي هو اكسترا سيلولوز يبقى ستراكشرال برضه. كده بيدي اكسترا سبورت، اكسترا سيلولوز تدي اكسترا سبورت، ايه نوع سبورت؟ نتيجه الديبوزيشن ستراكشرال. طب هي ليفنج يبقى فيسيولوجيكال، يبقى فيسيولوجيكال اند ستراكشرال، فيسيولوجيكال اند ستراكشرال، واضحه؟ ده مين البلانكايما تيشو؟ موجوده فين؟ في الاريال بارتس، الشوت والبرانشز، وحتى في الايه؟ في الليفز، موجود فيهم كلهم. شفناه في النك بتاع مين؟ النك بتاعت البيتيول بتاع الليفز، في كولينكايما في النص بالظبط، اللي في النص ده اسمه مدرب، على طول الخط ده في كولينكايما تيشو. تمام كده؟ طيب خلصنا البارت ده. فين الشكل بتاعه؟ اهو الشكل بتاعه. سكلارينكايما، ادي بيسال ايه سكلارينكايما تيشو؟ ها ده التيشو. الوول ثيك، ثيك ليه؟ ايه اللي حصل؟ سوري هنا في سبيلنج ميستيك ابسنت. هل في سبيسز؟ نو سبيسز. طيب ايه نوع السبستنس اللي هي ديبوزيت؟ اللجنن، لجنن. اللجنن ايه مزايا اللجنن؟ ايه كاركترز بتاعت اللجنن؟ ريجيد ووتر امبريمبل. ووتر ايه؟ امبريمبل. طيب طالما هو ديد، هل عنده فيسيولوجيكال سبورت سكلرينكايما تيشو دي؟ لا، عندها ستراكشرال بس، ستراكشرال سبورت. طيب اخر حاجه موجوده فين سكلرينكايما؟ موجوده في الستام بتاع البلانت وموجوده في الليفز. في الستام وفي الليفز، فين في الستام؟ في الباندل، شايفين الباندل دي اللي انا برسمها كده؟ باندل اهي. في كاب، الكاب ده عباره عن سكلارينكايما، وبعد كده في ايه بعد الكاب؟ فلويم، المنطقه دي، بعد كده كامبيوم، بعد كده زايلم، يبقى هنا زايلم، وهنا كامبيوم، وهنا فلويم بي اتش، وهنا مين الفايبر اللي هي سكلارينكايما؟ بيغطي مين سكلارينكايما؟ الفاسكولار باندل، الفاسكولار باندل. موجود فين كمان سكلارينكايما؟ في السيت كوت، قشره الفوله، صح كده؟ قشره البينز، قشره الليجيومز، قشره المانجو، السيت بتاعت المانجو نفسها مفايبره، ده سكلارينكايما تيشو. تمام كده؟ موجوده في الـ في البير، في البلب بتاع البير، في قلب البير اللي هي الخشاب يعني. طيب وحتى الثلاجه برضه اللي هي سموث شويه وسوفت شويه برضه بيبقى فيها نوع من القرقشه شويه بس اقل شويه. الابيديرمال بقى، الابيديرمال ده ليفنج، طالما ليفنج يبقى بيعمل فيسيولوجيكال اند ستراكشر، اهي فيسيولوجيكال اند ايه ستراكشر طالما ليفنج. طيب يا ترى في سيل وول؟ هل هو ليه سيل وول؟ سيل وول هل هو ثيك او ثين؟ على حسب برضه الثيكنس بتاعه هنا هو اكوردنج ديبندنت. لو هو ديزرت بلانت مثلا هتلاقي الابيديرمال ممكن يبقى ثيك، ده كده يبقى ثيك. في الغالب الاظن بيبقى ريجولار شيب لكن وان لاير. ده مين؟ ده الابيديرمس. طيب يا ترى الابيديرمال هل في انتر سيلولار سبيس؟ لا، ده المفروض زي الرصيف كده، عارفين الحجاره بتاعت الرصيف الابيض والاسود ديت كلها لازقه في بعضها، مفيش سبيسز خالص. طب ايه سبورتيف ماتيريال؟ كيوتن بيترسب من فوق كده. مين اللي انتج الكيوتن؟ الابيديرمال سيلز نفسها، السيل نفسها هي اللي طلعت الكيوتن. ده كده
يبقى ده كيوتن ودي الابيدرمال سيل ودي الابيدرمال سيل ودي الابيدرمال سيل. بتضغط ايه بايه؟ كيوتن. طب طبيعه الكيوتن ايه؟ واكسي. طب الواكسي ده لو حطيت واكس في الميه يتشرب ميه؟ لا. طب لو الميه حبت تخرج تقدر تخرج برضو؟ لا. يبقى واكسي وامبيريمال ايه؟ لاير. نوع سبورت احنا قلنا فيسيولوجيكال اند ستراكشر، هو في الحقيقي هو هيلبس الايه؟ فيسيولوجيكال سبورت، يعني هو اللي بيعمل ستورج او بريفنت اللوس اوف ووتر. طالما بريفنت لوس اوف ووتر من الكفر من بره، هيخلي الابيدرمس نفسه يحتفظ بالووتر وبلانت يحتفظ بالووتر. يبقى هو اسيست لمين؟ للفيسيولوجيكال سبورت بسبب وجود الكيوتن. طب الكيوتن في حد ذاته ده ستراكشر ديبوزيشن، يبقى بيساعد الفيسيولوجيكال، بيقدم ايد جيف هاند للفيسيولوجيكال وهو في نفسه ستراكشر سبورت. الاريال بارتس موجود فين؟ الابيدرمس على كل الاريال بارتس المتعرض للويند طول الوقت والانفيرمنتال كونديشنز، متعرض للهوتنس او الهيت بتاعت السن. موجود في الستم، موجود في الليفز. هل موجود في الروت ابيدرمس؟ اه موجود، لكنه نوت كفر باي كيوتن. انا كاتب كده ليبل بس روت ابيدرمال لاير از نوت كفرد باي اي كيوتن، خد بالك مطلوب فور ابسوربشن. طيب الكورك سيلز، احنا اخذنا كورك سيلز ديد تيشو ثيك وولد واير سبيس، نو اير سبيس ما بين سيل وسيل، نو اير سبيس، لكن هي عشان هولو من جوه، عشان هي ديد اتفردت من جوه، فسبب اللور دينسي ايه؟ مش في سبيسز، لا ده في هولو سيلز، هولو سيلز كامله. تمام كده؟ عشان ما حدش يتلخبط يفتكر في انتر ميمبرين سبيس. لا ما فيش انتر ميمبرين سبيس، ما فيش اير سبيس، لكن نتيجه انها خلاص حصلها ده بقت هولو من جوه. طيب ايه نوع السبستنس اللي هي ديبوزيتد سوبرين؟ طب ايه نوعيتها السوبرين دي؟ ايه كيميكال كومباوند بتاعها؟ واكسي برضه وامبيريبل تو ووتر. طيب دي ايه؟ عشان ديد يبقى ستراكشر، يبقى كل الديد ستراكشر، كل الديد ايه؟ ستراكشر، ستراكشر سبورت اهي. وودي ستمز، الوود ستمز في الاولد تريز متغطي الترانك بتاعها بالكورك سيلز، ادي السيلز شكلها كده او تيشو شكلها كده زي ما شايفين كده. كده كومبير جمعت لك كل الايدياز الخاصه بالليسون ده. يعني الصوره دي كافيه جدا حتى لو انت عملتها بايدك او خدتها سكرين شوت او حاجه، استفيد منها من فضلك تراجع لك الليسون بسرعه وببساطه قبل ما تحل اي كويز او اي اكزام او اي اكسرسايز من اي بوك او اللي انا هديه لك ان شاء الله. طيب تعالوا بينا نشوف يا ترى كل السبورت امبلانس ده، هل كل البلانس عندها سبورت؟ هل كل البلانس محتاجه سبورت؟ يعني محتاجه مثلا زايلم وعنده لجنن ريجيد؟ هل محتاجه كيوتن واكس ماتيريال؟ قال لك لا، الاكواتيك بلانتس عشان عايشه في الميه وفي ووتر كارنت ممكن يوقعها كده، ممكن يميلها، لازم تبقى فليكسبل وترجع تاني. فلو هي فيها سبورت اكتر من لازم ممكن تكسر، الووتر كارنت يكسر. قال لك ايه؟ بص كده معايا، ده بلانت اسمه ايلوديا، مشهور قوي، فيمس اكواتيك بلانت. الاكواتيك بلانت ده لو خدنا منه الستيم بتاعه، بصوا الستيم بتاعه شكله ايه؟ اه انتوا شايفين؟ ده اير شامبر مش اير سبيس، ده اير شامبر، اوض مليانه هواء فور فلوتنج. ايه نوع السيلز دي؟ نوعها ايه؟ بارينكايما. يبقى البارينكايما فور جاس اكسشينج في النورمال بلانتس، وهنا فور فلوتنج في الاكواتيك بلانتس. بارينكايما تيشو يعني كده؟ طيب فين الكيوتن؟ هل في كيوتن هنا على الابيدرمس؟ ما فيش، نو كيوتن، يبقى نو كيوتن. ايه كمان؟ طالما نو كيوتن او كيوتيكل ليه؟ هو ما يهموش، ده هو عايش في الميه ان شاء الله يبقى خرج كلها ولا يهمه، صح كده؟ لكن الديزر بلانت عنده واكس ماتيريال ميد اوف كيوتن، صح كده؟ طيب في السنتر هنا الزايلم فين؟ مش باين الزايلم، ايه مش باين؟ طب وبعدين؟ ده سبورتيف المفروض، مش باين، يعني في lack of supportive tissues زي الزايلم. في زايلم لكنه بليتل اماونت، بليتل ايه؟ حتى انا مش شايفها، مش قادر اشاور لك عليه، هي غامقه سنه اه لكن مش قادر اشاور لك عليه. طيب تعالوا بينا، يبقى الاكواتيك بلانت زي الايلوديوم وكمان الكلايمبنج ويك بلانتس، عشان هو ويك بلانتس محتاج حد يستنده، ما عندوش سبورت، عشان
انا ما عنديش سبورت فلازم اعتمد على حد اخر، يبقى they do not have significant structural support. ده مين ومين؟ climbing weak plants ما عندهمش significant يعني حاجة محترمة، ما عندهمش structural support، وبالتالي يبتدي يمد ايه الويك بلانت، حاجة اسمها تندرل. تندرل هناخدها في درس الموفمنت ان شاء الله. تندرل زي سلك التليفون بتاع الهوم تليفون اللي هو الارضي كده، ملفوف حلزون كده، يعمل اكستنشن للحلزون بتاعه كده، حته من الليفز بتاعته او حته من الستام تعمل اكستنشن، ولو عامل التاتش لاي حاجه هارد او انت حطيت عصايه هو يلف حواليه، يلف يعمل ريفولفنج كده بطريقه هندسيه يعني. طبعا ده محكوم بهرمونز، بلانت هرمونز زي الاوكسينز. يبقى ستيم تندريل، احيانا بنشوف التندريل ده في ورق العنب، لما نشتري ورق عنب اخضر نلاقي التندريل ده موجود في البيز. دي ويك بلانتس محتاجه سبورت. الجريبس محتاجه سبورت. لو انا وجاري، جاري زارع عنب تحتيه مثلا في التكييفه في البلكونه بتاعته، قلت له اديني من العنب بتاعك ده ازرعه، تعرف مين ايه؟ يقول لي بس نزل لي خيط، نزل لي خيط من عندك لعنده، هو يخلي الخيط ده يخلي تندر يلف كده ويقوم طالع له على طول. هياخد وقت طبعا، لكن الفكره كلها ده كلايمبنج ويك بلانت ما عندوش، دو نوت هاف اي سيجنيفيكانت ستراكشر سبورت، وبالتالي عنده بديل اللي هو التندريل، وده طبعا عصايه انت حاططها له، انت غرستها جنبيه علشان يلف حواليه، تمام كده؟ طيب يبقى مش كل البلانتس عندها ايه؟ سبورت ميكانيزم اللي هو structural، او حتى لكن عنده physiological لكن ما عندوش structural support، ما عندوش structural ايه support، عنده physiological، لازم physiological يبقى موجود. اشكركم جدا يا شباب، خلصنا كده الحمد لله. the support implant physiological structural